السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وسهلا وهلا متابعين ومتابعاتي الغاليين في فيديو جديد ووصفة جديدة ونهار جديد ومدري وكالعادة. الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم سهلا مجددا. نبغي نقول الناس اللي انضمت لي مؤخرا أصل مرحبا وسهلا وهلا، والقناة كبرت وزادت بكم وشرفت ملي وشاشعت بانضمامكم لها، وان شاء الله يعجبكم محتواها ويعجبكم ذا اللي نزل من فيديوهات على القناة. ونبغي مولي نجدد ترحاب بالناس القديمة اللي معايا في القناة واللي متابعتني، ونقول لكم مرحبا وسهلا، والقناة لا قناتكم والفيديوهات لا فيديوهاتكم ولا بكم، ودائما الفيديوهات تحت طلب الأخوات والمتابعات والنبيهم. اليوم جيت فيديو عبارة عن وصفة وصفة لتطويل الرموش، وصفة تقليدية وكانوا عدوها أهلنا وعين عليهم يعدوها بطريقة هذه كعوض الماسكارا، وفي نفس الوقت مقوية الرموش وتطولهم ما شاء الله وتعطيهم واحد الفوليوم أو واحد الحجم اللي زين يخلي العين حرشة وزينة ما شاء الله. نبغي نقول لكم او بالاحرى نبغي نذكركم دائما المسابقه راهي مازالت مستمره، او الجيف واي اللي منظمته الاخت صباح بوغريون مازال مستمر، فاللي ما شاركت واللي ما شافت يعني او علمت بهذا الجيف واي هذا فتمشي قبل ما فات الوقت وتشارك في المسابقه. تدخل قناه صباح بوغريون فهي حاطه واحد الفيديو حاطة في طريقة الاشتراك أو المشاركة في هذه المسابقة هذه، يعني لديتاي بالتفصيل، وحد سعيد وحد موفق للجميع وني بكم. إذا ندوزو لمكونات هذه الوصفة هذه. هون عندي كي تشوفوا الخزامة، معلقة من الخزامة، وعندي واحد الضرس أو واحد فص ديال الثومة حمراء، وعندي زيت الخروع، عاد ظاهركم راعي زيت الخروع، وعندي هون خمس حبات ديال علف التمر خمسه، مهم على حساب اللي بغيتو نتوما، بغيت تكثروا الكميه فزيدوها. وعندي كذلك نحتاج زيت الزيتون الطبيعيه عاد اصليه، وعندي هنا الاناء اللي لاه نخلط فيه المكونات كوتشارة، عندي هاد السيرانغ باش نهز من بعد ما نخلط، وعندي ماسكارا اللي مغسوله غسلتها كنت كنستعملها ومغسوله ونشفانه نقيه يعني باش ندير فيها هاد الخلطه ديالي ونعود نديرها كماسكارا للعينين. اذا المكونات كيف تشوفوهم، يعني الخزامه او لافندر، الثوم، نواه التمر، زيت الخروع، ونسيت مسله اخرى اللي هي مهمه، اعتذر عفوا عن سمو الله نجيبها غريك. مهم كيف قلت لكم نسيت ما حطيت مع المكونات واحد الكبسوله، غنحتاج واحد الكبسوله من فيتامين او، كبسوله واحده اللي غنحتاجها. اذا هادو هما المكونات، وندوزو للتحضير. طريقه التحضير شنو هي؟ الخزامه والثومه، هاد الفص ديال الثومه، وهاد خمس نوى ديال التمر لهنا حرقهم تماما لين يعودوا فحم، لهنا حرقوا لين يعودوا فحم، سواء نحرقهم فوق البوطه مباشره، سواء في مقله تبقاو تحركهم حتى نحرقوا مزيان يقعدوا نوى، سواء يقعدوا فحم، سواء مهم نتوما طريقة تحرقهم. أنا غنديرهم مباشرة فوق النار الغاز، عندي بيضة صغيرة ديال الغاز غنحرقهم فيها حتى يقعدوا فحم، يقعدوا يعني كحل سودي، نحرقوا تماما. سواء لافوندغ لهنا حرق لافوندغ، أو الخزامة لهنا حرق الخزامة، لهنا حرقها في مقلة مزيان حتى تولي فحم، يعني نديرها فوق البوطة وانت منحرك نحرك حتى تنحرق، وهذه كذلك لهي نديرها فوق البوطة مباشرة من هالنار مباشرة باش نحرق لي، والنوا ديال التمر كذلك لهي نحرقو مباشرة على البوطة، لأن النوا غيشد، النوا ديال التمر غيشد ليا الوقت. إذا ندوز باش نحرق هادشي
ولهنا نعطيكم ايضا الوقت اللي او الطريقه باش نحرق هو اللي بكم. المهم الطافيلات شفتوا راهي درت الخزامه كيف تشوفوا، درت الثومه هنايا ودرت هاد خمسه العلفات ديال او النوى ديال التمر، غادي درتهم في هاد الماء القليله شفتوا كامل يعني في مره، يعني نستغل يعني هاد الوقت هذا اللي مقابله فيه الخزامه هي وهادو يتحرقوا، ندير حتى التمر باش يشد لي، المهم يتحرق لي شويه من بعد نعود نكمل له فوق البوطه مباشره. المهم غنبقى نقلب حتى يقعد هذا الشيء فحم يعني حتى يتحرق تماما. المهم راه غنخليكم حتى الاخير واني بكم. الطافيلات هو اللي نسيت، سمحوا لي نسيت، المهم حطيت حتى العلف ديال عظم الزيتون كيف تشوفوا، عندي هنا ثلاثه ديال العظام ديال الزيتون حتى هما غنحرقهم تماما، هادو راه ما محروقينش شفتوا. المهم غنحرقهم حتى هما تماما، غنحرقهم مع العلف واسمو والخزامه، العلف ديال التمر والخزامه والثومه، نمشي نديهم. المهم الطافيلات راه بدلت المقله بها، المقله هذه كحله ما غيبان لكم فيها اسمو، فدرتها في هذه شوفوا. المهم ها هو راه درت هذوك العلفات ديال الزيتون، هذا بدا كيتحرك. المهم غنبقى نحرك هاك، نستمر في التحريك حتى يتحرق لي كلشي الطافيلات، ونعود الى لاحظتوا حتى الثومه، ها هي الثومه كيف تشوفوا راه درتها بجلوفها يعني ما نقيتها، كلشي غيتحرق. المهم غنستمر حتى نشوف الخزامه تحرقت لي كامل، ونحيدها ونكمل الباقي المسائل اللي ما انحرقت لي. المهم هذه هي الطريقه ان شاء الله، نكمل ونرجع لكم. كيف تشوفوا راه ضفت الزيتونات، هادو العظم ديال الزيتون حتى هو نسيت، وسمحوا لي الطافيلات واني بكم. المهم الطافيلات ها هي الخزامه تحرقت لي تماما، وحيدتها باش نكمل الزيتون، العظم ديال الزيتون والعظم ديال التمر يتحرق لي هو والثومه، ونخلط المكونات كامل او المهم ننعتهم لكم، ياك نعود ندوز المرحله الثالثه اللي هي نطحنهم. ها هما الطافيلات، العلف العلفات وهذا العظم ديال الزيتون والثومه، خليتهم هنا لاني لاحظت بلي راه كينحرق لي العلف يعني بلا ما نحتاج نديرو فوق البوطه مباشره. المهم غنشوف الى تحرق لي تماما مزيانه، ما تحرق لي نعود نديرو فوق البوطه مباشره، فهنا لاحظت بلي كيتحرق لي لا داعي نديرو فوق البوطه. المهم الطافيلات راهي بعد ما حرقت المسائل او المكونات اللي يلتهم ينحرقوا، كيف تشوفوا هنا العلف ديال التمر راعي ده هو، العظم ديال التمر والعظم ديال الزيتون حتى هما انحرقوا كيف تشوفوا، وهذه الثومه حرقتها تماما، فتحتها من الوسط باش ما تبقى لي شي بلاصه نيه في الوسط حتى هي حرقتها تماما. كيف تشوفوا هذه هي الخزامه عندي راهيها حرقتها، وندوز دابا نطحنهم ونرجع لكم. المهم الطافيلات راهي طحنتو كيف تشوفوا، راهي طحنتو، والطريقه ديال باش تحصلوا على البودره تعود رقيقه ما يحرش يعني رطبه 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 حتى، شنو هي الطريقه؟ منين كنطحنوا في المونينيكس كتطلع هاد الغبيره هذه اللي هي الفوق كتلصق في المغطيه ديال المونينيكس، هذه هي اللي شفتوها، هذه هي اللي كنشدها ونخويها هنا. نتم نطحن بهذه الطريقه، نستمر حتى نكمل الكميه كامل، وتبقى لي هذه رقيقه، هذه هي اللي نستعمل، هذه هي اللي غنحصل وعليها يعني بلا ما نغربل بلا ماشي، راه هذه اللي كتعود لاصقه هنا رقيقه حتى عايده بحال المخ، يعني ما تخافوا منها يعني تعود حرشه تديرونجيكم ولا شي. تم طحنوا وسوسو هذه وعاودوا طحنوا حتى تكملوا الكميه، راه كتلصق هاد الغبره ديال هاد المكونات تطلع الفوق وتلصق ديك الدقيقه ديك البودره الرقيقه حتى تلصق في الفوق، وخوها واستمروا هكا حتى تكملوا الكميه ديالكم. المهم باقي لي انا شويه مزال، راه غير بغيت نعطيكم شنو هي الطريقه بلا ما تغربلوا. المهم الطافيلات راه كملت الكميه ديالي تماما،
كملتها وحصلت على هاد البودرة هادي، يعني رقيقة حتى الطفيلات، رقيقة الا زعما ما قديتو ما عندكم ديك القانة ولا ما كاين داك السمو اللي غيغربلها لكم، تعود رقيقة حتى ما فيها. ها شوفوا راه رقيقة، خرج رقيقة ما شاء الله. لا اسمو بهالطريقة هذه، يعني داك اللي منين كطحنوا المكونات هادو راه الغبرة كتطلع الفوق وكتلصق في الكاس ديال الروبو اللي كطحنوا فيه. مهم ندوزو للطريقة التحضير، ولا ندوزو لمرحلة التحضير. عندي هنا كيف قلت لكم نحتاج فقط هاد الكمية شوية وصافي، نخلطها لان هاد غن هذا غنخلي على جنب، لان فين تكمل لي سمو نعاود نستعمل هاد السمو هاد المكونات مولي منين تكمل لي من الماسكارا ديالي. عندي هنا غندير قطرات من زيت الخروع تقريبا كوتشارة صغيرة، زيت الخروع مولي راهي زينة في الشعر ما شاء الله. الرموش كاينين ياسر من الوصفات اللي زينة، ولكن هذه من بين الوصفات الزينة عندي ومفضلة. وزيت الزيتون كذلك راهي زينة ما شاء الله في تنبات الشعر. الرموش شوية حتى تقريبا ملعقة صغيرة، وواحد الكبسولة ديال زيت فيتامين او. نحرك المكونات ديالي مزيان، تشوفوا ما هو حرش ولا شيء، يعني كيجي ما شاء الله وزين. شتو الطفيلات ما كايناش فيه شي حاجه حرشه. بهذه الطريقه هذه غتحصلوا عليه ناعم وزين لسمو للاستعمال. عندي هاد الماسكارا هذه اللي قلت لكم غسلتها ونشفتها نشفانه نقيه وغنستعملها. كيف قلت لكم غنهز بهاد السورانك هذا باش يجيني، يعني باش نعمر الماسكارا، البوش ديال الماسكارا يجيني تعمارو ساهل. مستمر لين نعمرها تماما. هيك عمرت تقريبا، عمرت شوية لأن عمرت بزاف، ما تلاقي قد يدخل ليا مشتو
هذه هي الماسكارا، راه مزال خاصها الكميه لان عندها الفم ديالها ضيق، فم هاد البطه هذه ضيق ما كيدخلش يعمر شوي، وخاصو خاصني ندفعو ب ب ب بالريشه ديال الماسكارا نبقى ندفعو. المهم نستمر لين نعمرها بهذه الطريقه، رانا نعطيكم من هنا كاع مباشره. ها وشتو هذا هو، يجي يسود ويعطي يعني سواد للرموش، وفي نفس الوقت مكوناته مكونات صحيه، يعني ما كيف تعرفوا الثوم ودوره في يعني في تجديد البصيلات ديال الشعر، وكيقوي الزغبه، يسوى كاع منين ديال الشعر او ديال الرموش، وكذلك الفيتامين او والتمر، يعني الغني عن التعريف، نوى التمر الغني عن التعريف، الناس الاولين كانوا كيستعملوه في هذا المجال، كانوا كيخلطوه مع الكحله ايضا، الكحل ديال العين، ويخلطوه مع مهم الكحله والرموش ايضا كانوا يديروه للرموش، وايضا عظم الزيتون حتى هو يعني مفيد للرموش ديال العينين والشعر بصفه عامه. يعني هاد المسائل كامل هذه كانوا كيديروها الناس الاولى، جدودنا كانوا يستعملوها يستعملوها كوصفات يقوي بهم زغبه العين، يقوي بهم الشعر، وفي نفس الوقت هي يجملوا بها وصفات تجميليه. الى هنا لحقت نهايه الفيديو، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، نال استحسانكم، وشوفوا الدنيا راه تخبزت حتى شوفوا ان شاء الله يعجبكم الفيديو وينال استحسانكم واني بكم. مسألة واحدة نبغي نشير لها، يعني بالنسبة للتمر، إذا لقيتوا التمر ديال واحد النوعين قالوا الفقوس، العظم ديال الفقوس فهو أفضل. أنا ما عنديش هذاك النوع ديال التمر، استعنت غير أو استعملت في هذه الوصفة غير تمر عادي، يعني العظم ديال التمر العادي. إذا كان الفقوس من الأفضل وزين ما شاء الله في هذه الوصفة هذه. وكاينين ياسر من المسائل اللي تقدوا تستعملوها بالنسبة للشفران، يتقواو وتعود الزغبة مولي قوية، وتعود الزغبة حرشة والشفاء يكتر. ياسر من الوصفات من بينها هذه الوصفة اللي اقترحت عليكم، وكذلك إنسان يبقى يوكل الماكلة اللي غنية بالفيتامينات، لأن الشعر سبحان الله بحال الأرض، باش ما يعني انسقى وباش ما اعتنى بها رقاش، باش ما اعتنى بها رقاش تعطي. كذلك الشعر الاعتناء به، الانسان ياكل ماكله صحيه ويعود مره يدير بحال هاد الوصفات، مثلا بحال هاد الوصفه، كاينين وصفات ياسره اللي هي مولي بسيطه، ان شاء الله الا كانت كنتو مهتمين بالامر فنحطها لكم، يعني ما فيها هاد احراق هاد المسائل تنحرق، يعني عمليه بالعجله تعدلوها ان شاء الله. كيف قلت لكم هنا انا كانت نهايه الفيديو، ان شاء الله يعجبكم الفيديو ونال استحسانكم واني بكم. لا تبخلوا عليا بالبارتاج وبالدعم باللايك، ويعني بتعليقات زينه كيفكم واني بكم، والى اللقاء الى فيديو قادم، مع السلامه.